بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أحلى حاجة ممكن تعيش بيها في حياتك هو التوازن، والإسراف أو التقطير ممكن يضيع حياتك. حكمة كل ما يعيش بيها إنسان كل ما يحس إن حياته بتتنور وبتتسع وبيجلب لنفسه أرزاق لا حصر لها، ويحس ساعتها بالسعادة، لأن لا البخيل بيعيش سعيد ولا مسرف بيعيش سعيد. إزاي إحنا بقى نصيغ هذا الكلام في حياتنا ونفهمه بشكل صحيح؟ المصريين راحوا صاغوا ده في عبارة مهمة جدا جدا في حياتنا، بس لما نفهمها صح، وهي عبارة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. تعالوا نشوف أهلنا وناسنا فهموا العبارة دي إزاي، وإزاي بتساعد الإنسان على أنه يبقى إنسان متزن. تعالوا نشوفهم فهموها وعملوا بيها إزاي بشكل صحيح. فكرة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما أنا اللي في الغيب ده مش هيجيلي وأنا قاعد. أنا ماشي على المثل ده طول عمري، بصرف ما في الجيب، يعني يأتي بقى ما يأتيش، بس أنا بصرف ما في الجيب عامة. إن الإنسان ما يبقاش بخيل يعني، ولو صرف أي حاجة في الخير ربنا هيعوضه كده. دي حاجة حقيقة، اللي هو الواحد ما يفضلش يفكر في بكرة أو كده، يعني يعمل اللي موجود دلوقتي. مثل بيعلمك عدم البخل، ما بيخليكش بخيل على اولادك وعلى بيتك وعلى اصحابك وعلى نفسك اهم حاجه. فيصرف هو كله ده بتاع ربنا برضه، هي برضه يرجع لرضا ربنا سبحانه وتعالى. هو انت لازم تكون على علم بالدنيا، وطبعا انت شايف الغلا والحاجات اللي احنا فيها. لو صرفنا دلوقتي ما في الجيب بقى هيأتينا ما في الغيب ازاي في الغلا اللي احنا فيه؟ فلازم نبقى حريصين جدا على كل حاجه بنصرفها، وكل حاجه تبقى في مكانها الصحيح. لازم الواحد يبقى حريص ويصرف برضه. وانا بصرف كده عارف انا بصرف في ايه، يعني ما ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. لا ده في رعونه، ده في رعونه. انت معاك 100 جنيه وفاضل لك اسبوع في الشهر هتصرف ما في الجيب، ما انت بقيت الاسبوع مش هتلاقي تاكل. يعني لازم تخلي بالك الموضوع فيه، ربنا مدينا مخ برضه نفكر بيه. ما اكونش بخيله قوي ومصرفش اللي معايا، لا يعني اصرف فيه، يعني اصرف بس اللي هو مش قوي، بس ما بقاش بخيله قوي. لا مثل مش مظبوط قوي يعني، لان القران بيقول لنا ما تكونش من المبذرين، ما نكونش من المبذرين قوي يعني، وما نكونش يعني من البخلاء قوي يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالانسان يبقى طبيعي يعني على قد ما يقدر بيمشي حياته. مش مع المثل ده خالص يعني، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. لا، الغيب عند الله سبحانه وتعالى، فلازم الانسان يبقى مدخر حاجه للمرض، لتعب، مدخر شيء للأكل وللشرب، يبقى ماشي بنظام زي الكون، زي الكون فيه شمس وفيه نهار وفيه ليل، يبقى الإنسان ماشي بنظام. والله هو مثل كويس، بس برضو يعني لازم الإنسان لا إسراف ولا تبذير، يعني لا يصرف كله ولا يخلي كله، يكون في مقتصد في تعاملاته المادية والاجتماعية وكل حاجة. يصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما تتقالش في الزمن اللي احنا فيه دوت. يعني الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي ممكن يعني يبقى، لا ده انت تخلي بالك مع ما في الجيب عشان خاطر ما تعرفش ايه اللي في الغيب. من احلى الحاجات اللي احنا لازم نفهمها، معاك ما تبخلش، معاكش ما تستلفش. هو ده المعنى الحقيقي لاصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني إيه؟ دي دعوة للاتزان، وأي دعوة للاتزان وأي عايش بالاتزان ممكن الإنسان ممكن لما ما يفهموه صح يفسد حياته. فاصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ليست دعوة للإسراف، وإن الإنسان يختبر مولاه سبحانه وتعالى أبدا. دي مش دعوة للا مبالاة، دي دعوة إن الإنسان ما يبخلش ويأذي اللي حواليه، ويعمل بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى يخلف ده ويبشرك وهو خير الرازقين. فما تخافش، لأن في كتير من الناس بتبخل وتضيق على أولادها
وتمنع أولادها كتير حاجات كانوا ممكن تدخل عليهم السعادة بدعوة إن هو بيتدخل للمستقبل. ولما تسأل في الحقيقة هو مش بيتدخل للمستقبل، ده بيبخل. وعشان كده الله سبحانه وتعالى يحب من يوسع على أهل بيتي، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله سبحانه وتعالى إذا أنفقت في الخير ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ سيوسع عليك.